اللايف زي ما وعدته إنه إن شاء الله يكون قصير، لأنه يعني هوفولي إنه يقدر ينتشر حتى إن شاء الله يصل لأي زول. لايف بعنوان الفكي لرئاسة السيادي، وحابدأ بحاجة نبدأ بالزيت زي ما بقوله، حابدأ بالاختصار أو الملخص، وعلى أساس إنه لو في زول مستعجل بس يأخذ الخلاصة. خلاص، إذا كان يعني الثورة قدر لها إنها تمشي على ثلاثة على خطوات، ما قدرنا من أول خطوة، من أول يعني لينا سنتين إحنا ديل بنعافر، أكثر من سنتين في الحقيقة، ماشيين على 3 سنين هسه. الثورة مشت على محطات كبيرة، خلاص يعني عندنا 3 محطات كبيرة. أكبر محطة كانت في الأول، طبعا في محطات في البداية هي دفعت الثورة، لكن المحطات اللي حصل فيها تغييرات غير مرتجعة، 6 أبريل أسقطت البشير، يعني دي الخطوة اللي أسقطت البشير، أسقطت عمر البشير رأس النظام، هي 6 أبريل. الخطوة الثانية الكبيرة جدا في الثورة كانت 30 يونيو، قضت على أمل الكيزان في أنه نرجع للحكومة. يعني نحن دول شفنا من 3 يونيو لحد 30 يونيو الناس ديل استباحوا، يعني 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 فتحوا نفسهم شديد، يعني كانوا عشمانين جدا انه يمسكوا البلد. 30 يونيو حسمت فرصهم تماما، لدرجه انه هم ولا مثلا احنا شايفين انهم جايين يروحوا قوى الحريه التغيير، يعني ما في اي امل انه الكيزان يرجعوا بيسمون الزمان يرجعوا للحكومه. فضلت لنا مشكله واحده في طريق الثوره، عقبه وحيده اللي هي الحياة اللي خلفها لنا الخازوق اللي خلاه لنا عمر بشير اللي اسمه الدعم السريع ده، اللي هو باختصار يعني حميدتي عنده أحلام إنه يبقى ملك في السودان ويبقى يعني اللي دي حاجة خلينا نقولها بلينلي، يعني بعد بقت زي ما هو ذاته بقول الزمان غطغطة والديسيس انتهى، كلام خلينا نقوله على بلاطة. أحلام حميدتي إنه يكون رئيس هي العقبة اللي السعدية أمام التحول الديمقراطي اللي بنحلم به، والناس كانت عشمانة إنه اسمه إنه الحركات المسلحة توازن حميدتي. الحصل السعدي زي ما شايفين إنه العكس، يعني بقت أميل لأنها تخش معه، لأنه كثير من الحركات برضو يعني بالذات اللي لسه شفناها هذا، خلينا نخش التفاصيل كلنا عارفينها ما في داعي لها، انه يعني الليل بعض الحركات دي صنعت الانقاذ برضو ولا كده. anyway الحال المهم الدائرة اقولها زي ما قلت، الخلاصة اللايف ده وخلاصة الكلام، اذا كان 6 يونيو هي الاكبر مايلستون حتى حيني، اكبر محطة في طريق الثورة، اسقطت رأس النظام، 30 يونيو اسقطت الكيزان، فالخطوة التالية أنا في تقديري أنا ده أكبر خطوة استراتيجية لو اتعملت، لو ما اتعملت هنشوف حاجة غيرها. لو اتعملت الخطوة دي واتوافقنا وأعلننا أو سمينا محمد الفكي اللي هي الحاجة اللي أنا ده بدعو لها الساعة الليلة دي، أو اللي هي عندها زمن محدود، لو ما اتعملت في الزمن لا نشوف غيرها طوالي. لو الناس اتوافقت على الخطوه دي وعملتها، فدي في تقديري دي حتكون ثالث اكبر خطوه مهمه عملت في تاريخ الثوره، ثالث اكبر نقله مهمه عملت في تاريخ الثوره، ودي حتكون كش ملك لحميدتي، يعني دي حتكون حتقضي على 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 احلام حميدتي انه يجي على راس السلطه بالطريقه اللي هو داير يجي بها، داير يمشي ويجي بالباب عديل حباب، امشي 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 يجي بالدرب العديل، لكن بالسكة اللي هو ماشي بها السعدي، يعني هو كل مرة يعمل لنا إدارة أهلية ما عارف شنو بتاع، يعمل له هنا قوة حرية تغيير بديلة، يعمل له كده بالطريقة اللي لسه بالطريقة الابتزاز اللي لسه شغال بها دي. نو لو سمينا محمد الفكي سليمان الليلة President to be، أو سميناه إنه المرشح المدني أو مش المرشح، يعني هو المسمى حيكون البريزيدنت تو بي، المسمى المدني لأنه يخلف البرهان على رئاسة مجلس السيادة، فحتكون كش ملك، يعني تاني خلاص this is it، يعني دي النقلة القاضية، الضربة القاضية حتكون. حاجة أشرح بعد كده الكلام ده
في باقي اللايف ده، واللي هو أتمنى إنه أحاول أختصر قدر ما أقدر. و المرة دي يعني لأول مرة أنا ده هتكلم بصفتي الزول الدعاء لي 30 يونيو، صاحب الدعوة بتاع 30 يونيو، وحيوضح إنه ليه أنا ده بستعمل الصفة دي السعدي اللي هي عندها علاقة بنفس الحالة اللي أنا ده أتكلم عنها. طيب زي ما حتشو زي ما في القائمة بتاعت المراجع اللي أنا خدتيها، يعني الدعوة بتاع 30 يونيو في ناس بيتعاملوا معها إنه أوكي زول قال أنا عمل 30 يونيو. نو والحياة دي ما كانت كده، ما جاء صدفة، ما أبدا ما جاء صدفة. وأنا بقول الكلام ده عشان أعضد به رؤيتي لسا داير أقول إنه ليه 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 مفروض ندعم تقدم محمد الفكي سليمان كرئيس. فحتلقى إنه في واحد مثلا في سيناريو محتمل ل 30 يونيو، الكلام ده قبل المذبحة، حتلقى فيه إنه المجلس العسكري حيعمل حركة خرقاء أنا ما حسميها، وفعلا جاء عملها. يعني قراية للأحداث الحياة جاءت قراية للأحداث وما جاءت في الوقت ذاك. يعني في اثنين حتلقى إنه من 8 أبريل من قبل سقوط البشير، من قبل سقوط البشير كانت النواة بتاعت فكرة 30 يونيو دي إنه موكب للقصر بيحسم الموضوع. يعني أول ما عملنا الاعتصام الخطوة التالية موكب للقصر والموضوع يتحسب، ده الكلام ده قبل ما يسقط عمر البشير. فضلت بنادي باقوة والحرية والتغيير المدة دي كلها شهرين، يعني من 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 بداية أبريل لحد شهر ونص. ولقيت ناس بعين ووصلت لهم صوتي، مدني عباس الرشيد سعيد، وبل ما يعني ما خليت طريقة حنس الناس اللي يا إخواننا موكب للقصر بيحسم الموضوع، بيحسم الموضوع. الناس متجرجرة في تفاوض وكده وكده لحد ما في الآخر اكتملت الظروف. كنت بفتش عن حاجة يا نقلة كيلة زي ما بقولوا تحسم الموضوع، يعني أنا ما عندي سلطة في يدي، أنا ده فردي واحد. فجاءت فكرة إنه على الأقل يتحدد ميقات زمان، يعني النقلة زي ما بقولوا فرضت نفسها. يعني خلينا نقول 30 يونيو أوكي، يعني حاجات بالحسبة دي إنه 30 يونيو ميعاد محدد ممكن الناس تقدر تسوق له وكده إلى آخره وكده. وطرحت فكرة 30 يونيو، حتى أسعد علي حسن، دكتور أسعد علي حسن بيقول لي إنه الفكرة قوتها في نفسها، يعني هو أول زول يتبناها كان. فالدائرة أقوله إنه القصة ما قراية ما علم غيب ولا جيسينج، يعني نجرب نعمل كده. نو في حاجات انت بتشوفها زي الموضوع زي ربعة الشطرنج، انت بتعاين قدامك بتشوف النقلة المتاحة شنو، وبتشوف احسن حاجات ممكن يعمل الخصم الاطراف الثانية شنو، فانت بتقدر تحسب على الاساس ده. في 26 يونيو، حتلقى في 3 في 26 يونيو انا كتبت مبروك. بالنسبة لي في 26 يونيو كان اكتملت الشروط الموضوعية لمليونية 30 يونيو، والمليونية نجحت. من 26 يونيو انا بالنسبة لي الموضوع ده اتحسم، المليونية دي ناجحة ما في اي حل. ونفكر في البعدها، المشكلة انه القيادة السياسية الحديدة الوقت ذاك ما ضامن انه الحياة دي حتنجح للأسف، يعني ما قادرين يعاينوا ليه قدام، واللي هو نفس المنظر للسعدي. يعني الليلة دي لو القيادة السياسية سمت لنا محمد الفكي سليمان أنا بضمن لكم الباقي، لو سميتوا لنا محمد الفكي سليمان هو المسمى أو البريزيدنت تو بي ولا أي حاجة أنا بضمن الباقي. ما عندي ميليشيا ولا عندي جيش ولا كده، انا شايف المنظر بس، شايفه قدامي، يعني زي ما كنت شايف قبل كده في 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 محطات ثانيه. فبس رجع لورا 30 يونيو بعد قامت المليونيه كان ظاهر بالنسبه لي انه نازل مع 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 ما ما محددين الخطوه التاليه، ما عارفين حيعملوا شنو، او عندهم قراءه ثانيه أو عندهم اتفاق تاني. للأسف هو ده اللي حصل، يعني كان عندهم اتفاق تاني. 30 يونيو كتبت نفس الحاجة اللي سعى بعمل فيها دي، إنه بس بدل محمد الفكي سليمان اليوم ده كان الأصم، سميت إنه الأصم، خلينا نسمي الأصم رئيس الجمهورية. أنا
ما أعرف أقول أحلف ولا ما أحلف ولا كده، لكن ما عندي ذرة شك إنه اليوم ذاك لو القيادة السياسية، لو قوى الحرية والتغيير أعلنت محمد ناجي الأصم رئيس الجمهورية يوم 30 يونيو كان بقى رئيس، ما عندي شك في الحتة دي. كان محمد ناجي الأصم بقى الرئيس بنفس الرؤية اللي أنا كنت شايفها دي. يعني بنفس الطريقة اللي كنت شايفها 30 يونيو قامت زي ما كنت شايفها، لو كانوا سموا محمد ناجي الأصم رئيس كان بقى رئيس جوا عين أي زول. يعني لا 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 مجلس عسكري حيقدر يوقف الحاجة دي، لا 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 تحالف إقليمي للجن الأحمر لو كانت عملت الحاجة دي، وهي كانت ويندو ضيق جدا يوم واحد. بعد ذلك فضلت أكرر في النداءات، يعني حتلقى في 5 و6. الآن بقول إنه الفرصة إنه النقلة المطلوبة هي تسمية رئيس مدني، والكانديديت المطلوب أو الكانديديت القوي للحاجة، المرشح القوي للحاجة دي هو محمد، أو المرشح الصحيح خلينا نقول ما قوي ما فاضل زاد، الشخص الصحيح للاسم ده هو محمد الفكي سليمان لأكثر من سبب. لكن أهم على رأسها، يعني أنا ما بقول من عندي، أنا ما عندي بأي معرفة، ما عندي بأي سابق معرفة، يعني خالد سليك ومدني عباس وكذا بعرفهم من الجامعة، محمد الفكي ما عندي بأي سابق معرفة إطلاقا ولا بعرف. كل اللي بعرفه إنه الناس ملتفة حوله، ده الاسم اللي بيشتغل، ده الكريت اللي بياكل. يعني انت زي شايل كرة كشتينة، ده أسشيريا ولا بتاع، لما تلعب أسشيريا ولا تكون ماسك جايب أسشيريا في يدك، ما لأنك بتحب أسشيريا ولا دي لها لك ولا عندك بهم سابق معرفة ولا ورق بتوزع وبتشكة تاني بالنسبة لك، بس ده كاريت بياكل حسب ما إنه الطرابيز اللاعب فيها شنو. محمد الفكي سليمان هو الكاريت اللي بياكل السعدي، هو الكاريت الربحان المفروض نلتف حوله. الليلة خلينا نتفق محمد الفكي سليمان رئيس لمجلس السيادة، نسميه رئيس قادم لمجلس السيادة، President to be. تاني ما في أي شانس، ما في أي شانس ليفرفرة. يعني الموضوع ده بيتحسم داير تفويض، بس كل المطلوب إنه هو يكون مقتنع بالحاجة دي، والناس اللي معاه في مجلس القيادة السياسية الضيقة بتاعت قوى الحرية والتغيير. وأنا بين هنا برسل مناشدة لخالد عمر يوسف بحق الزمالة، بحق ال أي حاجة، ما أعرف أقول لك شنو، بليز فكروا في الحاجة دي. الحاجة دي لو اتحسمت من عندكم الموضوع ده اتحسم، يعني طلعنا تماما، اتحلينا من قصة العسكرية دي ووصلنا للمدنية اللي بنحلم بها. ما في أي مخرج تاني، يعني ما في أي مخرج للناس اللي مشوا تلموا في القاعة ديل ولا الناس اللي بتاعنا. الموضوع ده اتحسم، داير تفويض سياسي، هو التفويض السياسي اللي عندكم انتو، لكن ده التفويض شعبي. انا بضمنه قبل نهايه الشهر، انا ده اللي بتكلم ده بضمنه، عارف بالضبط ممكن يتعامل شنو عشان يحصل تفويض سياسي شعبي لمحمد الفكي سليمان. الحياه بتتعامل طوالي، ما دار لها اي يعني. الليله السعدي بس في اللايف ده قول لي موافقين، انا بوريك ممكن تعمل شنو عشان 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 الموضوع ده يتحسن. فبالنسبة للناس اللي بتقول ما مناسب، ما عارف شنو مؤهلاته، يا أخواننا خلينا نرجع خلافاتنا دي لوقت لاحق. مؤهلاته إنه زولنا جبناه ونحنا بنعرف ليسع، ما في زول جبناه ونحنا، ما في زول من اللي بيتكلموا باسم الثورة دي جبناه ونحنا، الناس دي جابوا روحهم بالقوة بس فرضوا على روحهم علينا، وبيجوا يتكلموا بكل قوة العين، الثورة سرقت وبتاع، بكل قوة العين بيجوا يتكلموا. وهنا أنا ده برجع بقول إنه برجع أقول إنه أو برجع لحتة اللي قلتها قبل شوية، إنه اللي أنا بتكلم بصفة 30 يونيو الليلة لو مشيت وديت اللايف ده لأي زول في وصف أي بتاع، قلت له ده الزول الدعا لمليون 30 يونيو، دي حاجة ما في زول بيقدر يقالعني فيها. يعني ما في زول حيقدر يقول الزول ده متلبط في الثورة ولا كده. ده يلا بالضبط اللي أنا دايره، اللي أنا قاصده بأنه نسمي محمد الفكي سليمان. مجرد ما سميناه واخد تفويض شعبي، تاني ما في زول بيقدر ينازعه، ما في زول بيقدر يقالعه، بيبقى ممثل شرعي للثورة. بعد كده هو في رايك زول سجمان ضعيف احمق الى اخره، هو زولنا احنا جبناه ونحن اللي بنعرف نشيله، دي مشكله بنقدر نحلها، بنقدر نتعامل معها، وما دايرين منه حاجه كثيره حاليا، دايرين انه بس بليس هولدر، بس يقعد يحجز الخانه بس.
يعني تشريفي ذات اللي بيقولها زماني، ما داري منه أكتر من كده. بعد ذلك عندنا حمدوك، الحمد لله زي ما كنت بكتب الحمد لله، ما كنا بنعرفه قبل ما يجي لنا، الحمد لله طلع زول ود حلال وزول بيشتغل وزول كده في منصب رئيس الوزراء دي مية مية. بس دايرين نقطع الطريق أمام الناس الدايرين دايرة تسيطر على مجلس السيادة، نقفل قدامهم الطريق. الرئيس الجاي محمد الفكي سليمان، بعد كده برهان ده داير يقعد 5 سنين جرجروا طولوا الفترة الانتقالية، قاموا قعدوا ما في أي فرق الحميدتي، برهان بعده محمد فكي سليمان بيريود فول ستوب. الحاجة دي بس مطلوب إنها تصل للعالم، تصل رسالة للعالم إنه السودانيين متفقين على كده، تاني ما في أي طريقة، ما في أي فرقة، اتقفلت. فأتمنى إنه أنا أكون قدرت أوضح الحاجة دي. الحاجة دي ما عندها أي علاقة بأنشطتنا الثانية، ما عندها أي تعارض مع أي بناء قاعدي، ما حنتقالع، ما حنختلف. رسالة لأمادو، خلافاتك مع محمد مع الفكي ولا كده أجلة حاليا. ما في أي تعارض بين الحاجة اللي أنا بقولها دي والحاجة الوتيفة اللي أنتوا بتشتغلوا فيه. حختم بحاجة خلاص، يعني هذا كان سميت اسمه سميت حمد ناجي اللصم انه يكون رئيس الجمهورية، والهنا ده كده نتأكد البوست ده في وقتها في 30 يونيو الناحية أخذ أكثر من 1000 لايك في وقت الناس مشغولة بالموكب، ده عدد كبير جدا، يعني دي حاجة ما هينة، كانت في مباركة كبيرة جدا كانت للحاجة ده، أكثر من 300 شير. الحاجة دي كانت مشت نفس الطريقة اللي انتشرت بها 30 يونيو وأنا شاهد عليها، كان الحاجة دي حتمسك، كان الحاجة دي حتشتغل. Unfortunately أنا ما داير يعني 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 خلينا نقول بس إنه ما كان مهيئ، ما كان مستعد للحاجة دي حمد ناجي اللصم، ما في داعي نقول أكثر من كده، يعني في الأخير هو زول 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 زول, زول من رموز الثورة، فما ما 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 ما, ما داعي نطقسه. لكن شنو أنا بتمنى إنه يعني حمد ناجي اللصم كنا دايرين إنه يكون رأس حربة ورئيس للنظام للممثل للثورة، وهو كان في معركة ضيقة في تجمع المهنيين في الأخير. محمد الفكي سليمان، يا محمد الفكي، يا محمد الفكي، لجنة تفكيك التمكين خليها لموضوع جانبي، إحنا هسه عندنا خانة بتاعة رئاسة الدولة، ما دايرين نحن ذي قضيتنا، ما لجنة ما تحصر الدولة، السودان ده كبير يا أخواننا، السودان ده أكبر من لجنة تفكيك التمكين دي بمليون مرة، ما تحصروا لنا قضيتنا في لجنة تفكيك التمكين، إحنا هسه حالياً دايرين زول يمثل شرعية الثورة، ودايرين فرد، ما دايرين لجنة حالياً، وفرد تشريفي، ما دايرين نديه سلطة مطلقة، دايرين إنه يحفظ الخانة بس، دايرين إنه يحفظ الخانة، هو اللي بيتكلم باسم هو اللي بيمثل شرعية الثورة. يعني أنا ده شخصيا ما زولت، يعني أنا شخصيا ما عندي ما داير زول، يعني أنا داير بس كل اللي بيهمني داير أطمن إنه المشكلة دي الخانة دي اتقفلت، داير يخشوا لنا بها الكيزان بال يلفوا يجونا بهناك بالشباك، الخانة دي تتقفل، خانة دي اتقفلت، عندنا حاجات كثيرة دار نعملها بعد ذلك، بناء قاعدي ما عارف شنو، شمعة بتاع هنا، أفكار أمادو دي، أفكار أي زول حاجة دي بتتعمل، بس دارين نتضمن إنه ما يكون عندنا نصحى من الصباح نلقى نلقى نلقى, نلقى, نلقى روحنا في السهلة. فزي ما وعدت اللايف دار يكون قصير، أرفعوا الهاشتاج، روجوا الفيديو ده قدر ما تقدروا، أو اللايف ده قدر ما تقدروا، روجوا الهاشتاج، روجوا الفكرة، وصلوا الفكرة لقوة الحرية التغيير، خالصي لقى ناس بتاقيوا هنا ده برقبيت دي، وصلوها لكل الناس اللي بتقدروا عليهم. لو مقتنعين بالفكرة دي أقنعوني إنه الحاجة دي خطوة مهمة، واضح جدا ما أظن محتاج أبرر ولا أحكي ولا أي حاجة، إنه أنا ما عندي أي مصلحة شخصية في الحاجة دي، ما عندي معرفة بالناس دي أصلا، بل بالعكس يعني الناس دي لأن انتقدتهم كثير، يعني الناس حاضرة، لكن دي خطوة في مصلحة البلد، دي الخطوة الصحيحة في اتجاه الثورة، والخطوة دي زمنها محدود.
اشتغل ننتظر يومين ان شاء الله ونشوف. لو الامور مشت الف مبروك، لو ما مشت يعني هو زي ما تقول انت سايق لك في طريق وفي اكزيتس بتلاقيك او يوتيرن، لو فوتت اللفه ثاني ما 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 شايف لي لفه قريبه. يعني احنا لسه فوتنا اللفه كانت في 30 يونيو فوتناها لنا سنتين هسه عشان نقدر نلقى لنا مخرج من الـ من الـ من الوقت اللي دخلنا دي. لو فوتنا دي هسه دي والالتفاف الجماهير الكبير اللي لسه لقاه محمد الفكي والاستقطاب والمنظر ده ثاني ما شايف لي مخرج قريب. فان شاء الله يا اخواننا باركوها ولقدام، وحرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، ونسمع منكم كل خير. السلام عليكم.